شتو هذا العام 10 ملايين سائح جزائري مشاو للشواطئ وفقط للشواطئ الجزائريه. فهاد كلهم يعني كلهم يطلعوا به يتعرفوا على بلدهم، يزوروا بلدهم، يزوروا قسنطينه، يزوروا خنشله، يزوروا تيزي وزو، يزوروا تمر راست، يزوروا بجايه، يزوروا إليزي، وهران، تيليمسان، يعني كلها مناطق الاغواط، سيطيف، يعني يديهم الموقع، الموقع الانسانيه، موقع بوشريط.